طيب ماتشات النهارده في بعض المباريات المهمه في مختلف الدوريات، بالتحديد كان يبتدي بالدوري المصري. مباراه وحيده النهارده ما بين الاتحاد السكندري والمقاولين العرب، مباراه حلوه قوي، هتبقى مباراه ممتعه في الحقيقه، لان فرقتين تقال ومدربين مميزين لكل فريق، فبالتالي ممكن نستمتع بالمباراه دي. الماتش ده هيكون فيه تمام الساعه 7 بالليل، وده الماتش الوحيد اللي في الدوري المصري النهارده. اما فيما يتعلق بالدوري الانجليزي، اقوى دوري في العالم، فالنهارده في استكمال الجوله رقم 30 في هذه البطوله، مباراتين فقط عشان يختموا الجوله دي، هتبدا في تمام الساعه 7 مساء بمباراه ايفرتون مع كريستال بالاس، وايضا الساعه 9 وربع مباراه ويلفرهامبتون مع ويست هام يونايتد، مباراه ايضا قويه. اما فيما يتعلق بالدوري الاسباني، فبرشلونه هيلعب بلد الوليد في اطار المنافسه القويه على الدوري الاسباني ما بين الثلاثي اتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونه، بالتحديد بعد هزيمه اتلتيكو اول امس في مباراه كان مفاجاه جدا ان هو يخسر، فبالتالي المنافسه بقت قويه ما بين الثلاثي. المباراه دي هتكون في تمام الساعه 9 مساء، مباراه برشلونه وبلد الوليد. دي أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات الأهم حول العالم بالتحديد يعني.